بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج ونقل المؤثرات العقلية من شرق البلاد إلى غاية ولايات غرب البلاد. وبعد إعداد خطة محكمة تم توقيف مركبتان سياحيتان كان على متنها شخصان، أحدهما يستعمل رخصة سياقة مزورة لتسهيل تنقلاته وترويج هذه السموم، كما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية ما يقارب 3000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ميليغرام كانت مخبأة بإحكام داخل المركبتان السالفتي الذكر. التحريات التي قامت بها فرقة البحث والتدخل بيّنت أن صاحب الرخصة السياقة المزورة كان محل 3 أوامر قضائية مسبقة لتورطه في العديد من القضايا، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المعنيين بالأمر ليقدم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزة.